أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم أمين، إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نتحدثوا على كيف نحمي عملاتنا الرقمية من السرقة. أغلب الناس تشتغل وتربح من المواقع المجانية والربح من التداول يخليوا عملاتهم في منصات ومواقع مركزية مثل الفوست باي واللي هي ميكرو وولت، كذلك الباينانس والكوكوين والباير والعديد من هذه المنصات. المواقع والمنصات المركزية يمكن تتعرض إلى اختراق وسرقة. احنا باش نقدم لكم حل كونه نحولوا أموالنا وعملاتنا من منصات مركزية إلى منصات لا مركزية مثل التراست وولد. في هذا الشرع باش نشرحوا الطريقة كيف نحول من الفوست باي إلى التراست وولد. قبل ذلك ما تنسوش الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من الانترنت من قناه عالم امين، واللي عنده اي استفسار او تساؤل يجي متواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، الرابط تلقاه في صندوق الوصف. الحقيقه هذه المعلومه تحويل من المنصات المركزيه الى اللامركزيه، وكون المنصات اللامركزيه اضمن وفيها حمايه عاليه ولا يمكن الاختراق. اكتشفت هذه المعلومة وأول مرة نسمعها من قناة صديقنا حازم تيك. ندعوكم أنكم تشتركوا في قناته، قناة ممتازة تقدم الإضافة. إن شاء الله تلقوا رابط قناته في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت في صندوق التعليقات. الآن نتوجه إلى الطريقة أصدقائي. هذا حسابي في فوست باي، ان شاء الله كل الروابط تلقاوها في صندوق الوصف، التسجيل في الفوست باي وكذلك تحميل تطبيق تراست بولت. هذه العملات الخاصه بي انا كنت جمعتها منذ فتره وقلت خلينا نجمع كميات ونحولها الى تراست بولت الى ان ترتفع الاسعار، واحنا نعرف الناس الكل ان شاء الله مستقبل العملات الرقميه يكون افضل في قادم السنوات ولا قادم الفترات. الآن باش نتوجه إلى التراست وولت أصدقائي. أنا عندي محفظة بورتفوليو قديمة اشتغلت عليه على الايردروبات، على حسب ما ينصحوا الخبراء كونه ماذا بيك تعمل بورتفوليو خاصة بالايردروب وبورتفوليو تخلي فيها العملاتك اللي تجمع فيها منذ فترة إلى أن ترتفع الأسعار وتقدر تبيعها في المستقبل. كيف نقوم بإضافة بورتفوليو جديد؟ عليك إلا تضغط على البارامتر كما قاعدين تشاهدوا أصدقائي في الأسفل في هذا المكان. بعد ذلك نضغط على بورتفوليو في هذا المكان كما قاعدين تشاهدوا، وأحنا عنا واحدة فقط، نقدر نضيف محفظة أخرى من هذه البلاس كما قاعدين تلاحظوا. نضغط على هذا المكان ويقول لك Create a Novel Portfolio، نضغط في هذا المكان ونوافق على كل الشروط. بعد ذلك نضغط على الاستمرار Continue كما قاعدين تلاحظوا ونكمله. هو يعطينا 12 كلمة، ما علينا إلا نحفظها في مكان آمن. يعني من المستحسن أنك تاخذ ورقة وتكتب الكلمات 12 كلمة وتحفظها في مكان سري، لأنه يمكن تخليها في بلوك نوت والبلوك نوت هذه تخترق ويمكن تضيع أموالك هباء منثورا. لذلك من المستحسن أنك تكتبها في ورقة وتحفظ هذه الورقة، يمكن تعمل نسخة 2 أو 3 وتخبيهم في مكان مناسب. بعد ما تحفظ هذه الكلمات الآن باش يقول لك أعطينا الترتيب. بطبيعة الحال ترتيب هذه الكلمات اللي هو قدمها لك منذ البداية، تعمل الترتيب بشكل صحيح ونوصل إلى هذا المكان. ما عليك إلا تضغط على تيرميني وباش تلقى عملات الرقمية بطبيعة الحال الرصيد صفر لأنه الحساب عملناه جديد. احنا باش نبحث على الليتكوين لأن باش نسحبوا الليتكوين. ضفنا الليتكوين في الداشبورد، نرجع الى الفوست باي، ولكن قبل ما نرجع نضغط على انفوي، نضغط على رسو، معناتها باش نستقبلوا احنا العمله، ونضغط على كوبي باش ننسخوا المحفظه الخاصه بنا بالليتكوين في التراست وولت. بطبيعة الحال نرجع الى الفوست باي ونضغط على لينك لينكد ادرس،
باش نضيفو الوالد الخاصة بتراست والد، نخليوها في مكان الادرس ونكتبو النيم الخاص بالوالد هذية. على سبيل المثال كما قعدت 3 دقائق اخترنا الليد كوين، وبعد ذلك تضغط على لينك كما قلنا. كما قعدت 3 دقائق يقول لك الوالد هذية ما هيش فاليد، يعني ما تقبلتش. نحاولوا نتوجه الى الوذرو نشوفوها موجودة والا لا، ولو انه ما احناش باش نلقاوها باش نحاولوا مرة اخرى وباش نقول لكم الطريقة. اصدقائي نضغطوا على 5 دقائق ونختاروا ليد كوين بطبيعة الحال، وباش نبحثوا على الوالد اللي احنا ضفناها ما لقيناهاش كما قاعدين نتلاحظوا ماهيش موجودة. ما علينا الا نضغطوا على لينك كما قاعدين تشاهدوا اصدقائي في هذا المكان، ثم كلمة لينك كما قاعدين تلاحظوا، ونعملوا نفس العملية وباش نلقاو تلاحظوا اصدقائي قمنا بنفس العملية، وضعنا الادرس والنيم والكوين هي الليد كوين، وكما قاعدين تلاحظوا يقول لك your address has been linked بطريقة ناجحة وصحيحة. نتوجه مرة اخرى الى الويثرو وباش نقوموا بعملية السحب الان. سامحوني طولت عليكم، هذه تفاصيل لازم تتبعوها باش توصلوا لكم عملاتكم اللي موجوده في فوست باي الى تراست وولت. كما قاعدين نشاهدوا اصدقائي لقينا العمله اللي احنا ضفناها واللي هي في هذا المكان اخر عمله ضفناها حديثا الى الفوست باي، نختاروها في هذا المكان كما قاعدين نشاهدوا، ونخليو المبلغ اللي نحبو نسحبوه. على سبيل المثال باش نضع 2 ليد كوين او اكثر بقليل، والزايد في عملة الليد كوين على قد ما حتى ترسل 10 ليد كوين الفيز والاقتطاعات هي 0.3 أصفار 2، يعني مبلغ صغير وصغير جدا. هذه العملة واعدة وفيها اقتطاعات صغيرة جدا، وكذلك ترانزاكشن سريعة وسريعة جدا باش نكتشفوه هذا الان. بعد ما وضعنا المبلغ ووضعنا الوالد الصحيح نضغط على بلاس ويدرو، نضغط في هذا المكان ويقول لك تمت العملية بنجاح، ما عليك الا تنتظر 5 دقائق. تقريب بعد 5 دقائق رجعت الى تراست وولد وجاتني نوتيفيكيشن في الهاتف الخاص بي من تراست وولد وقالوا لي العملة والترانزاكشن تمت بنجاح. ما علينا الا نحثوا الصفحة باش نلقاو من 0 الى 2.06 ليد كوين. هذه الطريقة ناجحة لحماية عملاتك الرقمية من الاختراق ومن السرقة. كان هذا موضوعنا وكان هذه طريقتنا لحماية العملات الرقمية الخاصة بنا. اللي حاب يجربها بطبيعة الحال كل الروابط للتسجيل ولتحميل تراست وولت موجودة في صندوق الوصف. على وفق الجميع، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات مشابهة وفي مواقع ربحية جديدة من قناة عالم أمين. على وفق الجميع وإلى اللقاء.